أحيى الأردنيون الذكرى 86 لميلاد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، باني نهضة الأردن الحديث ومرسي دعائم التنمية والاستقرار برؤيته الثاقبة وحنكته المشهودة. وإذ يستذكر الأردنيون في يوم ميلاد الملك الباني مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، فإنهم يتطلعون بفخر وأمل إلى إنجازات عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الذي سار على نهج أبائه وأجداده في استكمال مسيرة التنمية والتطوير. فمنذ أن تسلم جلالته الراية وهو يواصل المسيرة بكل حكمة واقتدار حتى أصبح الأردن موضع إعجاب وتقدير دول العالم. هذا وقال جلالة الملك عبد الله الثاني في تغريدة عبر تويتر: في ذكرى ميلاد والد الحسين رحمه الله نستذكر المسيرة التي رسم معالمها الملك الباني، ونحن ماضون بعزم وثقة في المئوية الثانية ومستمرون على خطاه ومبادئه وقيمه في خدمة وطننا الغالي. يا شجرة الزيتون.